العاشرة بتوقيت بغداد. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، هذه أجمل تحية من أسرة الحصاد، أهلا بكم. مساء الخير مظفر، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نبدأ حصاد هذه الليلة بأبرز العناوين. نعم، في غارات مشتركة ترعى كل ما بأمرة الجيش ستكون مهمة لحفظ الأمن والاستقرار وطمأنة الجميع. بعد حال الفوضى والتمرد في سهل نينوى، واتفاق على إدارة أمنية مشتركة بين حشد الشبك والجيش عند مداخل الموصل. عمال هذول بس نصيب حصة الأسد الناس الكبار المتنفذين. بتوجيه من رئيس الوزراء، الحشد يشن حملة على صالات الروليت والقمار في بغداد ويعتقل شخصيات متنفذة تدعي انتماءها للحشد. في عملية نوعية هي الأكبر، اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهم 44 كيلوغراما من الحشيش في البصرة، وبدر تتهم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتربح من العصابات. أزمة في البصرة بين نائب وقائد أمني، الخزعلي يتهم فوج طوارئ بتنفيذ اعتقالات عشوائية، وقائد قوات الصدمة يقول النائب متورط بحماية مهربين. انقطع المي منذ صار شهرين عن المنطقة، وهذه المنطقة تهاجر بسبب المي. العطش خطر جديد يهدد سكان ديالى، موجة نزوح جماعية من قرى مندلي بسبب شح المياه الصالحة للشرب. سنتين ذين البلد ضن والبلد الإسلامي كله، يعني مو بس إن إحنا عراقيين، كل الإسلام. بالدموع والحسرات حجاج العراق يبتهلون إلى الله بأن يزيل الغمة عن بلدهم ويخلصه من الفاسدين. ملفات عدة ومهمة سيتم تناولها في حصاد هذه الليلة، أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ من سهل نينوى، حيث أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بأن أمن منطقة سهل نينوى سيوكل إلى اللواء 30 بالحشد الشعبي والشرطة المحلية على أن يكون بإمرة الجيش العراقي، وذلك بعد الشلل الذي عاشته محافظة نينوى أمام التمرد الذي شهدته مناطق سهل نينوى بعد رفض لواء حشد الشبك الانسحاب من مواقعه. الفياض قال عقب اجتماع أمني مغلق في مقر قيادة عمليات نينوى عقد بحضور رئيس أركان الجيش العراقي وقائد العمليات المشتركة ونائب رئيس الحشد الشعبي، قال إنه لا يجوز السماح بإعادة الوضع في سهل نينوى إلى ما قبل 2014، وعلى جميع الأطراف أن تتعاون من أجل الحفاظ على حال الاستقرار. هذه الأوامر الصادرة من السيد القائد العام للقوات المسلحة حول آلية عمل السيطرات تم الاتفاق عليها مع الأخوة ممثلي المتظاهرين ومع أبناء المنطقة، وإن شاء الله تأخذ طريقها إلى التطبيق فورا ونشهد وضع طبيعي يمثل بداية لأبناء المحافظة لكي يدخلوا عصر التنمية والبناء وتجاوز إن شاء الله الخوف والقلق وتجاوز الإرهاب الذي كان يخيم على هذه المحافظة. ما حصل الاتفاق عليه هو يحفظ كل الاعتبارات، اعتبارات الحكومة والدولة وأمن هذه المناطق وحرصهم وقلقهم من عودة أيام سابقة، فأنا أجد هذا الاتفاق إن شاء الله سيلبي جميع المطالب ويحفظ ويظهر سيطرات ملتزمة بالقانون يوجد فيها الجيش وأبناء الشرطة وأبناء ونعم سيطرات مشتركة ترعى كل ما بأمرة الجيش ستكون مهمة لحفظ الأمن والاستقرار و طمأنة الجميع. اليوم احنا حقيقة منذ يوم امس كنا ننتظر وصول وفد حكومي لكي يتم يعني تلبية مطالبات المعتصمين، واللي هي حقيقة جميعها هي واقعية ومنطقية ويصب في امن واستقرار هذه المنطقة وامن استقرار المحافظة محافظة نينوى. وبالتالي اليوم احنا حقيقة نشكر هذا الاهتمام
وايضا ما توصل اليه المجتمعون في مساله ان يتولى الجميع حمايه هذه المنطقه وان يكون هذه السيطرات بامره الجيش العراقي الباسل. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة على الاجتماع الأمني أن مدخل الموصل من جهة بعشيقة في شمال شرق المدينة ومدخلها مع كركوك من جهة ناحية النمرود جنوب شرقها ستكون مشتركة أيضا مع حشد الشبك، في حين بقيت الحواجز الأمنية التي يديرها الحشد المسيحي في قضاء الحمدانية ضمن سهل نينوى من دون تغيير. ووصف السكان المحليون الفاعلين بأنهم أصحاب نفوذ قوي في هذه المناطق في وقت أصيبت فيه إدارة محافظة نينوى بالشلل والعجز الكامل إزاء انفلات الوضع وخروجه عن سياق الإجراءات القانونية والسلمية والشرعية. من جهتهم، قال مراسلون محليون إن التمرد حصل بعدما شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قراره السابق والذي تعطل تنفيذه بحل لواء 30 الذي يضم الحشد الشبكي. أما مجلس أعيان الموصل فقد وجه خطابا إلى القائد العام للقوات المسلحة حذر فيه من مغبة إظهار ضعف الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة أمام جهات مسلحة تعلن التمرد على القرارات العسكرية للقائد العام ورئيس الحكومة ورفض امتثالها للأوامر العسكرية وتطبيق القانون. ووصف المجلس في بيانه التصعيد الذي قامت به قوات اللواء 30 في منطقة السهلين وبحشد أنصارها وقطع الطريق الواصل بين الموصل وأربيل بالخطير وغير المسبوق. ودعا المجلس الحكومة إلى إظهار الحزم والحفاظ على هيبة الدولة أمام مواطنيها وردع المتسببين بالفوضى وأعمال الشغب وقطع الطرق ورشق الجيش والشرطة بالحجارة وفق القانون وأحكام الدستور والأعراف العسكرية، الأمر الذي تجاوز سلمية التظاهرات وأظهر تسييسها وتجاوزها على حقوق المواطنين وحرياتهم. وختم البيان بالتشديد على ضرورة نزع فتيل الأزمة ووأد الفتنة في منطقة سهل نينوى وبسط نفوذ الدولة دون السماح بفرض سيطرة جهة على بقية المكونات وتهديد صورة التعايش السلمي وخرق القوانين. وفور الإعلان عن الاتفاق على نشر سيطرات مشتركة بين الحشد والقوات الاتحادية في مناطق سهل نينوى، نشرت قوات اللواء 30 لحشد الشبك صورا لقواتها وأنصارها أثناء عودتهم إلى مواقعهم في نفس المنطقة التي تم قطع الطرق فيها بين الموصل وأربيل. معنا السيد قصي عباس النائب عن الشبك، مرحبا بك سيد قصي عباس عبر الهاتف. يعني سهل نينوى منطقة حساسة، أصبحت منطقة حساسة، منطقة ربما أيضا تغلي، لماذا لم يمتثل اللواء رقم 30 لأوامر عسكرية صدرت من القائد، يفترض من القائد العام للقوات المسلحة، لماذا لم يلتزم هذا اللواء؟ هل هناك أسباب؟ نعم، تحياتي ولمتابعي قناة الشرقية وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. بداية، عندما صدر التوجيه من القيادة العليا في الليل في الصباح الباكر اللواء امتثل وأخلى هذه السيطرات، هذه المعلومة أنا مسؤول عنها طبعا، لكن اللي حصل بأنه المتظاهرين عندما خرجوا بشكل عفوي واللي يمثلون مختلف الشرائح في سهل نينوى هم الذين مسكوا هذه السيطرات ووقفوا في هذه السيطرات، وليس اللواء 30، اللواء 30 امتثل لأوامر قياداته، ولكن الجيش اللي حقيقة لديه توجسات من أن تخوفات من أن يرجع الوضع قبل فترة داعش وأثناء فترة داعش عندما حقيقة
تم قتل الأنفس البرية وتم تهجير الأقليات وانتهاك العرب. وبالتالي اليوم هذه التوجسات والتخوفات موجودة لدى الجمهور، واليوم الاتفاق يعني تم ما بين الوفد اللي رفيع المستوى اللي يهتم من بغداد واللي بي طبعا من مستشارات الأمن الوطني والسيد صالح الفياض، وأيضا موجودين من مكتب القائد العام، إضافة إلى وجود السيد حضور السيد المحافظ سيد والسيد قائد العمليات والسيد قائد الشرطة وجميع القادة الأمنيين. وتم الاتفاق على أن تكون هذه السيطرات مشتركة وأن تتولى أن تكون بأمرة الجيش. طيب سيد قصي، ما هي مبررات هؤلاء المتظاهرين؟ سيد قصي، يعني ما هي مبررات المتظاهرين الذين يعني أمس قطعوا الطرقات وأثاروا حالة من الفوضى في المحافظة التي لا تحتمل حتى، يعني من التأكيد بأن ما سيخلى لن يتم فارغا ولن يأتي داعش، ولكن الجيش العراقي أو الحكومة العراقية هي التي ستسيطر على هذه النقاط، فلماذا يعني لا تقبلون السيطرة؟ يعني عبارات يعني تليق بالجمهور وبالشعب. نعم. الجمهور والمتظاهرين لم يخلقوا الفوضى. نعم، كان هنالك حالة من الفوضى، يعني أصبحوا الطبيعي في التظاهر والاعتصام ضد أي قرار، وهذا الأمر مناط يعني بالدستور العراقي يتسلم حق التظاهر والاعتصام. وبالتالي هؤلاء عبروا عن رأيهم بشكل سلمي ولم يخلقوا أي فوضى في المنطقة، وموقفهم كان بأنه لديهم تخوفات من أن لا يعود الوضع من استهدافات المنطقة. المنطقة كانت تشهد قبل يعني سيطرة داعش في منذ عام 2008 لغاية عام 2014 استهدافات متكررة ودخول انتحاريين وسيارات مفخخة من خلال هذه السيطرات اللي كانت ممسوكة من قبل قوات مشتركة موجودة في هذه المناطق، اللي حقيقة وأيضا كانت القوات التشعبية اللي كانت تسيطر على هذه المناطق. ثاني اليوم أبناء الأقليات وجميع مكوناتهم وصلوا إلى قناعة بأنهم يعني يرغبون أن يكون حماية ذاتية من خلال القوات الحشد ومن خلال قوات الشرطة المحلية وأيضا الجيش العراقي اللي موجود في هذه المنطقة اللي حقيقة يمسك السيطرات الرئيسية في الشوارع الرئيسية الرابطة ما بين محافظة نينوى والخير. أشكرك جزيلا الشكر السيد قصي عباس نائب عن الشبك، شكرا لك. أزمة في البصرة بين نائب وقائد أمني، الخزعلي يتهم قوات الصدمة بتنفيذ اعتقالات عشوائية، والعقيد المشاري يتهم النائب. عمال هذول بس النصيب حصة الأسد الناس الكبار المتنفذين. بتوجيه من رئيس الوزراء، الحشد يشن حملة على صالة الروليت والقمار في بغداد ويعتقل شخصيات متنفذة تدعي انتماءها للحشد. رفض النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي الاتهامات التي وجهها إليه مدير قوات الصدمة في البصرة علي محسن مشاري بمنع قواته من تنفيذ واجب أمني في شمال البصرة وحماية متورطين بتهريب المشتقات النفطية. ورد الخزعلي خلال مؤتمر صحفي وبقوة على قوات فوج طوارئ البصرة، وقال أن تلك القوات تنفذ عمليات اعتقال عشوائية على حساب الأبرياء والمظلومين، وأن مدير شرطة الأفواج واهم إن يستطيع أن يثبت في منصبه. نحن من حيث المبدأ لا نعارض أي اعتقال بأمر قضائي مسبق، أما الاعتقالات وثم يودعوا إلى مركز الشرطة وتثبت عليهم دعاوى أما اعتداء ومعارضة القوات الأمنية أو نزاعات عشائرية أو اعتداء على الشركات النفطية أو حيازة أسلحة وما شاكل، يودعوا في مركز الشرطة، وهؤلاء طبعا بالمئات خلال 4 أشهر. هذا من متابعتي، 9 منهم اعتقلوا وإلى الآن صار لهم أسبوع بالسجن. على شنو؟ على أسلحة. لكن شنو الأسلحة؟ مسدس واحد. عميد علي محسن مشاري وبعض الضباط الذين يثبتون ويقوموا بواجبات وهمية لأجل أن يثبت موقعه في إدارة الأفواج. كان تصريح علي محسن مشاري غير موفق،
وأنا بالتالي سوف أقيم دعوة عليه وعلى عقيد عماد وعلى كل من أساء إلي في الإعلام. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تسجيلا منسوبا إلى قائد قوات صدمة في البصرة علي محسن مشاري، اتهم نائب فالح الخزعلي بمنع قواته من إلقاء القبض على مهربين ومطلوبين، وقال إنه يمتلك أدلة ووثائق تثبت تورط النائب بعمليات تهريب النفط وأنه ينتظر أوامر من قائد شرطة البصرة للقيام باللازم. باشر باشر اثنين افواج باشر سيدي باشر قوتها وهي جرائم هادة لتنفيذ اوامر القبض في منطقة الشقابة، وخلال المداهمة تم اعتراضنا من قبل النائب صالح خزعلي وعدم تنفيذ الاوامر مما ادى الى هروب المتهمين. اشكرك سيدي وراح نستعمل القوة. كرر 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 نداك. من خلال تنفيذ أوامر مطبعة جانب الأخير ومن خلال تنفيذ أوامر المتهمين المطلوبين على مركز الهار على إجرام الهافلة، تم الاعتراف من قبل النائب قال الخزعلي وتم هروب المتهمين إلى جهة مسؤولة وتم انسحاب القوة. بارك الله بكم وبارك الله بجهودكم يا أبطال، وهذا يحتسب لكم وإن شاء الله ما يروح لكم حق. خل يعلمون أهل البصرة من الذي يقف وراء الجريمة المنظمة، من الذي يهرب المجرمين، من الذي يدافع عن المتهمين المطلوبين والذين يقتلون الأبرياء والذين يسرقون أموال البلد من التهريب النفط. مع كل الأسف هؤلاء يقفون أمامكم يا أبطال، ولكن الحق سوف يظهر بإذن الله تعالى. أنت على مسمع من النداء السيد قائد شرطة محافظة البصرة، وعلى مسمع كافة مقاتلين شرطة محافظة البصرة اللي يسمعون ويشوفون هذا التزييف، وعدي أدلة اللي تثبت تورط هذا النائب بالتستر على الجريمة المنظمة، وهو منهم ناظم القرمشي الذي صادر عليه أمر إلقاء القبض وفق المادة 3 على تهريب النفط ومشتقاته، وحاليا يمنعنا من التنفيذ. بارك الله بكم وما نخاف من أكبر واحد، كل يسمعني ما نخاف ننفذ القانون مهما طالت ومهما قوية بحزابهم، ما نخاف وراهم ننضحهم إن شاء الله. وأنا انتظر السيد قائد الشرطة المحترم لكي ندلي بتصريح، والأدلة موجودة عندنا. انسحب والغي الواجب واكتب لي كشف لغرض نتخذ إجراءات القانونية وما يضيع حقنا إن شاء الله. بارك الله بكم يا أبطال واستمروا، إنهم مهزومين إن شاء الله. هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تسجيلا منسوبا إلى قائد قوات الصدمة في البصرة علي محسن المشاري، أيضا اتهم النائب الخزعلي بمنعه أيضا قواته. أيضا نفت قيادة شرطة البصرة وجود أي اعتقالات عشوائية في المحافظة، وذلك ردا على اتهامات وجهها النائب فالح الخزعلي لشرطة الأفواج. أيضا وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في البصرة المحافظ أيضا أسعد العيداني أعلن أنه سيتقصى الحقائق بشأن ما ذكره النائب فالح الخزعلي عن وجود اعتقالات عشوائية من قبل القوات الأمنية في مناطق شمالي المحافظة. العيداني أيضا قال في مؤتمر صحفي أن الخزعلي أشار إلى وجود تصوير حول ما ذكره خلال تجمعه في منطقة الشخاطة بقضاء الهارثة، وفي المقابل القوات الأمنية تقول أن لديها التصوير وبالتالي سيتم تقصي الحقائق ومحاسبة المقصر. بالآونة الأخيرة أو بالأيام الأخيرة حدث إشكال
واضح وصريح، يمكن أنه صار مؤتمر واضح للأخ النائب فالح الفزعلي مع إشكاليات ممكن أنه أشرت باتجاه قوة الصدمة، وقوة الصدمة أشرت بعض الإشكاليات. أنا كنت ما موجود بالمحافظة، اليوم شكلنا لجنة تحقيقية للوقوف على كل ما ذكر بمؤتمر الأخ النائب فالح الفزعلي، وأيضا حقوق الإنسان موجودة. إحنا ليش اليوم جبنا حقوق الإنسان حتى لا أحد يقول أنه قضية تتعارض مع حقوق الإنسان؟ اللجنة راح تكون ممثلة من محافظة البصرة بصفتي رئيس لجنة أمنية عليا، راح نقف على كل الحقائق اللي ذكرت وتحديد من هو المقصر، وعد ذلك سوف يحاسب المقصر إن كان من إخواننا الضباط أو تقصير من مكتب السيد النائب. لذلك أنه أقول حتى هذه القضية تنتهي وما يصير بها جدل أكثر من اللازم، راح نحدد من هو الذي يقصر. سيد النائب ذكر أنه يوجد لديه تصوير وكان في مؤتمر أو في تجمع في منطقة الشخاطة في قضاء الهارتة، وممكن اللي صدر عليهم أوامر قبض في قضاء الدير، والقوات الأمنية أيضا تقول لدينا تصوير. لذلك سنشكل لجنة لتقصي الحقائق وتقصير المقصر. شكرا جزيلا. يعني أنا ما ردت أنه بعد تشكيل هاي اللجنة راح تظهر الحقائق وتعلن للعلم. إلا السيطرة كان عنده مجموعة من الأسماء بدينا نشتغل عليها بقوة، سيما بعض العناصر التي تنتحل صفة أو دخيلة على الفصائل الوطنية المسلحة ودخيلة على الحشد، لدينا قائمة ونبحث عنهم وحتى ممكن أن نسيق للمحاكم. عملية النوعية هي الأكبر، اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهم 44 كيلوغراما من الحشيشة في البصرة، وبدر تتهم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتربح من العصابات. تشهد القرى الحدودية بين العراق وإيران في ناحية مندلي والواقعة جنوب شرق محافظة ديالى تشهد موجة نزوح كبيرة. السبب هذه المرة ليس الإرهاب أو تهديد الجماعات المسلحة، وإنما بسبب العطش وانعدام المياه. يشكو سكان أكثر من 50 قرية حدودية في مندلي يشكون شح المياه الصالحة للشرب في تهديد ينذر بهجرة جماعية من هذه القرى. نهض الزيدي والتفاصيل في هذا التقرير. ما يقرب من 50 قرية على الحدود العراقية الإيرانية في ناحية مندلي جنوب شرقي محافظة ديالى، بدأ العديد من سكانها بالنزوح إلى مناطق أخرى، نزوح ليس بسبب إرهاب أو تهديد جماعات مسلحة، بل بسبب العطش الذي أصابهم. أكثر من 35,000 نسمة في هذه القرى التي دخلتها الشرقي نيوز بلا ماء صالح للشرب منذ شهرين. يستغيث السكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة على من يسعفهم بشربة ماء ويروي ظمأهم. هناك أكو 50 قرية من مياه إلى قرية الجسر، وانقطع الماء منذ صار شهرين عن المنطقة، وهذه المنطقة تهاجر بسبب الماء، وهل تشوفون الماء مقطوع والقناة يابسة. هذه القرى بدأت يعني بنزوح العطش، يعني رغم أنه هذه القرى في الشتاء يعني تفيض بالماء فيضانات وسيول وطيارات، هذا الشتاء الفات أنه تم إجلاء العوائل بالطيارات، لكن لا وجود يعني لحل لحد الآن من قبل الحكومة المركزية. وبحسب السكان فإن عملية قطع الماء عنهم مقصودة لأسباب لا يعرفون ما هي، فيما يعتمدون على السيارات الحوضية لإيصاله إليهم وبأسعار تثقل كاهلهم. مجت الحكومة هاي الجديدة، المياه انقطعت علينا ومترزلين رزالة وتعبانين، نشتري التانكي ب5,000-6,000 وماي جايف من ماي مندلي ماي عيون، وإحنا هذه يعني حالتنا. تحذيرات من هجرة جماعية أطلقها سكان القرى إن لم تتحرك السلطات المحلية لإنهاء معاناتهم من خلال إيصال الماء إليهم وفتح محطة ضخ داخل قراهم. للشرقية نيوز ناهض الزيدي محافظة ديالى.
ينضم إلينا السيد رعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والنائب عن ديالى. أهلا ومرحبا بك سيد الدهلكي. يعني العراق بلد الرافدين والقرن 21 ونشهد عطش وهجرة أو يعني مخاوف من هجرة جماعية، إلى متى؟ بعد التحية والتقدير لك سيدتي الكريمة ولا مشاهدين هذا المنبر الكريم. كان هناك مثل عراقي نتكلم بأنه دائما ما يذهب الشخص أما حريق أو غريق. احنا بالنسبة لديالة أصابها ما أصابها من نكبات كثيرة، بدأ النزوح بالقاعدة وداعش والعصابات المسلحة في الشتاء الماضي، كان النزوح بسبب الفيضانات، واليوم مع الأسف أشهر على الفيضانات بدأت اليوم نزوح بسبب الجفاف وبسبب عدم وجود مياه الشرب. هذا دليل على أنه لا يوجد هناك اهتمام لهذه المحافظة ولا توجد هناك رعاية لهذه المحافظة من قبل الحكومة المركزية وكذلك الحكومة المحلية في المحافظة، ولا يخفى على الجميع الصراعات السياسية التي أسست عليها العملية السياسية في تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة. سيدتي الكريمة، أنا قبل أيام ذهبت إلى وزير التخطيط، وهذه مفارقة خطرة جدا، ذهبت إلى وزير التخطيط المتعاون جدا مع محافظة ديالى والمتعاطف جدا مع محافظة ديالى، وهو من يدعو إلى إكمال مشاريع محافظة ديالى لإطلاق صرف الأموال. نحن اليوم في الشهر الثامن ولحد الآن الميزانية أو خطة المشاريع لن تأتي إلى وزارة التخطيط، في حين كثير من المحافظات بدأت تنفذ المشاريع لإكتمالها. هذا بسبب الصراعات السياسية الموجودة في المحافظة في مجلس المحافظة بسبب التربح على حساب المواطنين. كذلك أشير إلى حالة موجودة في المحافظة، هناك طريقين مهمات جدا، هسه احنا ما نريد نتكلم على مندي البعيدة على الحدود اللي ما واصلها الخدمات رغم انه هذا حقهم، لكن نتكلم داخل بعقوبة. الطريق الرابط ما بين منطقة دل العباس الى ناحية السلام الى بعقوبة، هذا اليوم اصبح طريق موت، تمت مصادقته من قبل مجلس المحافظة سابقا قبل المباشرة، تم إلغاء بسبب صراعات سياسية حول مكاسب وفساد لهذه المشاريع. سيدتي الكريمة، محافظة ديالى تعاني ما تعاني من انعدام الخدمات، وتعاني ما تعاني بسبب الصراعات السياسية والصراع لأجل الفساد وليست لأجل المصلحة العامة. هذا مشخص طيب. بشكل واضح محافظة ديالى عانت وتعاني لحد هذه اللحظة. نعم طيب، يعني أنا عندي سؤال، بس يعني أرجو أن لا تفهم سؤالي أنه استهداف شخصي لحضرتك، لا أريد أفهم الموضوع بالضبط، يعني أريد نشوف. أبد أبد، أنت مخول. أشكرك أشكرك أشكرك. سؤالي هو، أنا أتذكر حضرتك أيضا حتى في الدورة السابقة كنت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، مو صحيح؟ نعم صحيح. صحيح، هاي الدورة الثانية. لكن أيضا ما قدمت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، ما قدمت ذاك الشيء للهجرة والمهجرين لا بالأربع سنوات اللي راحت ولا هسه. هل يراد لهذه اللجنة البرلمانية المهمة أن تكون هكذا؟ من وراء قيود هذه اللجنة وأنت رئيس هذه اللجنة البرلمانية لشريحة مهمة في العراق؟ حدثنا بصراحة. يعني سيد استاذ احمد، انا اتكلم بكل صراحه لكن اتمنى يكون واضح السؤال للجمهور مو لي. ما لم تقدم شيء من اي ناحيه ومن اي جهه، مساعدات؟ لا اقصد، لا 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 اقصد لم تقدم حلولا جذريه لمعالجه مشاكل الهجره والمهجرين في العراق، سواء في ديالى سواء في المناطق الاخرى، يعني هذا اللي اقصد به، لم تشارك في ايجاد حلول جذريه حقيقيه وتنهي معاناتهم. لا سيدي الكريم، يعني أنا عملت على أن أقود هذا الملف مرة ثانية لإكمال المهمة التي قمت بها بالأربع سنوات الماضية، وعودنا كثير من العوائل، لكن وكثير من الحلول قدمت إلى الحكومة، وأنا شخصيا في هذه الدورة أكثر من كتاب إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، أتكلم عن واقع حال النازحين وأوضاع النازحين. سيدي الكريم، يراد بهذه اللجنة، وأتكلم بشكل صريح ليست فقط للجنة لكن لهذا الملف، أن يكون ملف لا يختلف عن ملف وزارة حقوق الإنسان التي حلت أو التي جمدت، وهيئة حقوق الإنسان التي جمدت. هذه اللجنة يجب أن لا يكون لها دور في وضع حلول، لأن الحلول أتكلم بشكل واضح وصريح من مباركم الكريم، الحلول ليست عراقية بالنسبة للنازحين وخصوصا الموجودين حاليا في جرف الصخر. هناك عوائل وهناك مشاهدات، وهذا بكتب رسمية أرسلتها إلى الجهات المختصة وإلى الرئاسات الثلاث، أن هناك أقفاص من تربية أسماك في جرف الصخر على ضفاف النهر،
في حين يمنعون المواطنين من العودة. نأتي إلى ديالة، هناك منع من خارجي وليس داخلي، خارجي لأهالي محافظة ديالة من العودة. ابن محافظة ديالة النازح يعيش تحت الخيمة الأمنية للمحافظة، إن كان في بعقوبة وإن كان في الأقضية الأخرى بلد روز أو الخالص، لكن يمنع من العودة إلى المقدادية، لأنه إذا ما عاد يكون هناك شك في وضع لماذا يعود. هذه المناطق اليوم أصبحت خاوية على عروش لسبب أجندات سياسية بنسبة كبيرة. ما أريد أخفي الأسباب الأخرى اللي هي البعض من عندها عشائرية والبعض من عندها سيد رعد أسباب اقتصادية، لكن هذا السبب الأكبر. طيب، يعني ذكرت بأنه ما يمنع عودة النازحين أسباب يعني ليست عراقية، أو يعني العراق ليس قادرا، هل تقصد بأن العراق ليس قادرا على إعادة نازحي، إعادة مواطنيه إلى أماكنهم؟ هذا فيما يخص ما ذكرته. وفيما يخص النزوح في مندلي، هنالك أكثر من 50 قرية أهلها مهددون بالنزوح أيضا بسبب العطش هذه المرة. هل أنتم في لجنة الهجرة والمهجرين، هل أنتم قادرين على استيعاب ربما الآلاف من النازحين فيما لو نزحوا من أماكنهم بسبب حاجتهم إلى المياه الصالحة للشرب؟ يعني سيدتي، المفروض الحكومة ومفروض البرلمان يضع حلول لمنع النزوح وليس يضع حلول لاحتواء النازحين. أكيد إذا ما كان هناك نزوح هذا واجبنا، وهذا عملنا بوزارة الهجرة والمهجرين، وهناك استحضارات لأي طارئ. حتى بالفيضانات التي حدثت سابقا في موسم الشتاء كانت هناك استحضارات وهناك مساعدات وهناك خيم ومخيمات، لكن هل هذه هي الحلول؟ أنا أعتقد الحلول يجب أن نعالج الأسباب، وهي وجود خدمات ووجود مياه. لا توجد خدمات بسبب وجود العملية السياسية في الإدارة المحلية للمحافظة في هذه الفترة. أنا أعتقد الذهاب إلى الانتخابات سيغير البرنامج والمنهاج ويعمل على تهدئة الأوضاع، وستكون هناك حلول. أنا تكلمت بأن هناك مشاريع، خطة مشاريع 2019 لمحافظة ديالة لم ترفع لحد هذه اللحظة إلى وزارة التخطيط. هذه ليست سبب لجنة الهجرة. لجنة الهجرة أو وزارة الهجرة تعمل بعد النزوح، أما قبل النزوح هناك أسباب تعاني منها محافظة ديالة. طيب سيد، المنفلت، الميليشيات، الاستهدافات، واليوم بدأ العطش قبل الفيضان. سيد رعد الدهلقي، أنتم في لجنة الهجرة والمهجرين، أنت كرئيس لجنة، هل جلست مع الحكومة؟ هل تحدثتم أنتم في اللجنة مع الحكومة، مع الأطراف المعنية، مع وزارة الهجرة والمهجرين؟ قلت لهم يا بتر عندنا ناس عطشانة، ناس مهجرة، عندنا مشاكل. قعدت وياهم، حكيت وياهم، مش قالوا لكم، مش قلتوا لهم هم مقصرون؟ لا سيد، وين وصلتوا سيد الكريم؟ بالنسبة للمهجرين، واكو فرق ما بين المهجرين حاليا ومن سيهجر مستقبلا، مثل ما ناحية المندلي. لا، احنا نتكلم على مع وزارة الهجرة حول النازحين الحاليين في المخيمات واللي خارج محافظاتهم وكيفية الاستحضارات. وانا اعتقد لحد هذه اللحظة هناك احتواء للأزمة، لا توجد هناك للنازحين. صح الامكانيات ضعيفة. طيب، هل جلستم مع الحكومة، هل جلستم مع الحكومة، مع وزارة الهجرة والمهجرين في هذه لمناقشة هذه الملفات؟ سيدك، ماذا حصلتم؟ ما الإجابة؟ يعني ماذا أكثر من بتقديركم، هل هم مقصرون، هل هم جادون في تقديم الخدمات؟ يعني ضعنا بالصورة لو سمحت، خلينا نخلي الناس تفهم. كوزارة أضعك بكل الصورة. يلا. بالنسبة للوزارة حسب إمكانياتها الضعيفة التي وضعت لها في ميزانية 2019، لأنه أكثر الأموال الوزارة ذهبت إلى المحافظات لإعادة الاستيطان، ذهبت إلى المحافظات هي اللي تصرفها. أما بالنسبة للأموال المخصصة للوزارة فهي على إمكانيات الإغاثة والإيواء والاستحضارات وتقديم الخدمات للنازحين الموجودين خارج المحافظات. هذه بالنسبة للوزارة وحسب عملها لحد الآن، هي تعمل على توزيع كل 15 يوم نصف شهرية وجبات غذائية وصحية، وكأنه أصبح المواطن النازح مواطن تتبع في الأوضاع ولا يوجد هناك من يفكر في عودته. هذا بالنسبة للوزارة وبالنسبة لعملها. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة مو بس مقصرة، لكن قد أخلت في التزامها. السيد عادل عبد المهدي وضع في منهاج الحكومة عودة النازحين، وضع في منهاج الحكومة عودة النازحين، لم يخطي خطوة واحدة بهذا الملف، لم يخطي خطوة واحدة. وأنا أؤكد بأنه السيد عادل عبد المهدي أما عاجز عن عودة النازحين ولا يستطيع أن يتكلم،
او انه مسلوب الاراده او لا او لا ليس في منهاجه او برنامجه انه هناك شعب نازح يعاني ما يعاني في هذا الحر القاسي. سيدي الكريم، انا دائما اضرب مثل في جرف الصخر، واكثر من مره تحديت سيد رئيس الوزراء السابق والحالي، تحديته بأن يذهب إلى جرف الصخر ويعمل مؤتمر صحفي في جرف الصخر. أنا أعتقد أنه يمنع. جرف الصخر أصبحت المنطقة الخضراء للدولة العميقة، لا يسمح لعودة النازحين إلها. كذلك في بعض مناطق محافظة ديالة هناك منع لعودة النازحين. هذا تقصير الحكومة، هذا تقصير رئيس مجلس الوزراء بالدرجة الأساس، ومن بعدها الجهات المختصة إن كانت الأمنية وإن كانت الخدمية. السيد رعد الدهلقي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والنائب عن ديالى، شكرا جزيلا لك. نعم، في طائرات مشتركة ترعى كل ما بأمرة الجيش ستكون مهمة لحفظ الأمن والاستقرار وطمأنة الجميع. بعد حالة من الفوضى والتمرد في سهل نينوى، اتفاق على إدارة أمنية مشتركة بين حاشد الشبك والجيش عند مداخل الموصل. عمال بس النصيب حصة الأسد الناس الكبار المتنفذين. بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، الحشد يشن حملة على صالة الرولت والقمار في بغداد ويعتقل شخصيات متنفذة تدعي انتماءها للحشد. في عملية نوعية هي الأكبر، اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 44 كيلوغراما من الحشيشة في البصرة. وبدر تتهم مديرية مكافحة المخدرات بالتربح من العصابات. أزمة في البصرة بين نائب وقائد أمني، الخزعلي يتهم فوج الطوارئ بتنفيذ اعتقالات عشوائية، وقائد قوات الصدمة يقول النائب متورط بحماية مهربين. انقطع المي منذ صار شهرين عن المنطقة، وهذه المنطقة تهاجر بسبب المي. العطش خطر جديد يهدد سكان ديالى، موجة نزوح جماعية من قرى مندلي بسبب شح المياه الصالحة للشرب. سنتين البلد ضن في البلد الإسلامي كله، يعني مو بس إن إحنا عراقيين، كل الإسلام. بالدموع والحسرات حجاج العراق يبتهلون إلى الله تعالى بأن يزيل الغمة عن بلدهم ويخلصه من الفاسدين. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ ما وصفتها أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء في العراق، واعتقال أشخاص متنفذين يدعون انتماءهم للحشد الشعبي. ذكرت مديرية أمن الحشد في بيان أنه بتوجيه من رئيس الوزراء فإن قوة تابعة لها نفذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حج حمزة الشمري، والذي وصفته بأنه زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطر على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات. وتم اعتقال 25 آخرين من أتباعه والذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة. وأعلنت مديرية أمن الحشد مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات وفق مذكرات قضائية أصولية. هذا وتؤكد تقارير أمنية بأن الحملة الأمنية على عدد من الفنادق التي تضم صالات الرولت والقمار في بغداد ستمتد إلى محافظات أخرى تحولت فيها هذه الأماكن إلى مراكز لتجارة المخدرات وابتزاز المواطنين تحت عناوين أمنية ورسمية. خطاب عادل والتفاصيل في هذا التقرير. بين مكان مغلق بالشمع الأحمر وآخر أعلن عن عدم استقباله للزبائن، هكذا تبدو أماكن الروليت والقمار وصالات الحفلات الليلية في السعدون وأبو نؤاس بعد يوم على مداهمتها واعتقال من يعمل هنا في هذه الأماكن المشبوهة التي أصبحت متخصصة بتجارة الحبوب والنساء
وأموال طائلة تذهب لجيوب خاصة. ما يعني كوفيات بسابح دا جيبوها. يعني شلون أقول لك يعني مثلاً زبائن. أكو شخصيات دا تجيبهم يعني على حسابهم هم. تجارة بيهم يعني؟ أي طبعاً. شلون يعني؟ تجارة شغلوهم يعني حتى هم يستفادون منهم. يعني شقد يوصل الراتب اللي يجيبوه يشغلوه؟ يعني أقل شيء وقتين ثلاثة خمس ورقات. باليوم؟ باليوم. اليوم. مو الناس العاديين يفتحون صالات ونوادي وملاهي، هذول يعني شلون تقول الناس عمال هذول، بس النصيب حصة الأسد الناس الكبار المتنفذين خارج البلد. عمليات أمنية ليلية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى نفذها أمن الحشد الذي وقع عليه الاختيار من قبل السلطات الحكومية العليا بحسب قياداته في بغداد لتنفيذ واجبات داخلية تعنى بالأمن المجتمعي. تكليف السيد القائد العام للقوات المسلحة على أن تتعاون الأجهزة الأمنية فيما بينها لمتابعة ملف المتاجرة بالمخدرات وصالات القمار وقع على عاتق الحشد الشعبي الاختيار، باعتبار دقة المعلومة والعمل الاستخباري الجيد لمديرية أمن الحشد أتت أكلها وحددوا الأهداف فانطلقت العملية. كانت عملية مباغتة جدا وستتبعها عمليات أخرى. وتفيد معلومات أمنية مؤكدة أن عدد من المحافظات ستشهد نفس هذه الخطة بمداهمة وغلق أوكار وفنادق وحتى مسابح مختلطة. وتؤكد قيادات حشدية في بغداد أنها ماضية بخطة أخرى لغلق أماكن مشبوهة فتحت بأسماء منتديات، وكذلك أيضا مسجلة بما تعرف بمنظمات المجتمع المدني. للشرقية نيوز خطاب عادل بغداد. وكشف الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي عن وجود جهات سياسية وأخرى مسلحة تدعم زعيم مافيا الروليت في بغداد والمعروف بحج حمزة. قال الهاشمي لبرنامج منشيت أحمر أن الحج حمزة يدير أكثر من 72 صالة روليت موزعة في أنحاء العراق، وأن ضباطا في الأمن السياحي يقدمون التسهيلات له في مجال التجارة المخدرات. هذه الشخصية ليست بالشخصية الفاعلة في المجال السياسي، لكن يبدو أنه يدير اقتصاد فيه واضح لجماعات أو لفواعل سياسيين وحكوميين متنفذين يعينوه على استحصال الموافقات، وأيضا يعينوه على كثير من الخروقات والخروج على القانون. هو لديه 4 صالات في فنادق 5 نجوم في بغداد، وأيضا لديه بحسب مصدر أمني من الأمن السياحي يؤكد أنه يتابع 72 صالة بالشراكة أو بالتفرد لملكه الشخصي في عموم العراق. عموما معظم هذه الصالات هي مجازة، لكن يدخل داخلها ويكون داخلها ما هو خارج الإجازة، وهي المخدرات والاتجار بالنساء وبعض المخالفات الأخرى التي لم تشملها الإجازة. ربما هي الإجازة تجيز له الخمر والرواليات، حتى الرواليات لديه إجازات مستحصلة رسميا خاصة في فنادق 5 نجوم في بغداد. بالتالي هذه الشخصية تم استعمالها من قبل فاعلين سياسيين وحكوميين لاستثمار أموالهم في موضوع أو اقتصاد يدر لهم الكثير من الأرباح. في هذه الأثناء أعلن مجلس القضاء الأعلى القبض على تجار مخدرات بحوزتهم 44 كيلوغراما من مادة الحشيشة في محافظة البصرة. وذكر بيان لمجلس القضاء أن خلية الصقور الاستخباراتية في البصرة تمكنت تحت إشراف محكمة التحقيق من القبض على متهمين 2 في إحدى المزارع بمنطقة خور الزبير وبحوزتهم 44 كيلوغراما من الحشيشة، وأن المتهمين اعترفا بأن تلك الكمية هي الشحنة الرابعة التي يتم استلامها من شخص إيراني الجنسية. وأشار بيان مجلس القضاء إلى أن الاعترافات بينت أن الدفعة الأولى كانت بكمية 30 كيلوغراما، والدفعة الثانية كانت بكمية 35 كيلوغراما، والدفعة الثالثة كانت بكمية 15 كيلوغراما من المخدرات.
وكشفت الهيئة العامة للجمارك عن إحصائياتها الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة في مراكزها الجمركية منذ بداية عام 2018 الماضي ولغاية نهاية الفصل الأول من عام 2019 الحالي. قالت الهيئة في بيان إن الكميات التي تم ضبطها بلغت 30 كيلوغراما من الهيروين والكريستال والترياق ومواد مخدرة أخرى، بينما بلغ مجموع الحبوب المخدرة حوالي 5400 حبة مخدرة. في هذه الأثناء قالت رابطة الشفافية في العراق إنها تستغرب من الأرقام التي أعلنتها دائرة الجمارك في وقت تتفق فيه التقارير الأمنية والصحية على أن المواد المخدرة التي تدخل العراق سنويا تقدر بآلاف الأطنان وليس عشرات الكيلوغرامات. هذا واتهم نائب رئيس كتلة بدر النيابية رزاق محابس اتهم كوادر في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتربح من بعض العصابات ماليا مقابل عدم الإطاحة بالرؤوس الكبيرة والكشف عنها. وهاجم محابس عبر الشرقية نيوز إجراءات المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الحد من ظاهرة التعاطي وفق إجراءات عملية، مبينا أنها لم تقدم حلولا حقيقية منذ 15 عاما سوى الاكتفاء بالتنظير والإفادات للدراسات ولكن من دون جدوى. مشكلة انتشار المخدرات باتت من أخطر وأكبر المشاكل التي يعاني منها العراق، والتي تسببت بأضرار جسيمة ومستمرة من الناحية الاقتصادية والصحية والأمنية والاجتماعية، وللأسباب التالية: أولا، أن الكادر الذي يقود مكافحة المخدرات هو نفس الكادر الذي عمل منذ 15 عام دون أن يقدم حلول حقيقية، وإنما الاكتفاء بالتنظير والإفادات للدراسات على مكافحة انتشار المخدرات التي لا تتلائم مع الوضع الراهن في العراق. ثانيا، عدم وجود رؤية واضحة المعالم للسيطرة على انتشار المخدرات لكل محافظة على حدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع العشائر والأمني لكل محافظة والطرق المستخدمة في النقل والطرق النيسمية التي يتم استخدامها كخط سير. ثالثا، وجود اختراق من العصابات المتاجرة للمخدرات في مكافحة المخدرات وعدم وجود مصادر داخل شبكات المخدرات لما لهذه العصابات من سطوة من الناحية المالية والعلاقات والخطورة. رابعا، أن أغلب الذين يتم القبض عليهم هم من المتعاطين ومن المتاجرين الصغار ولم يتم القبض على الرؤوس الكبيرة، بسبب أن المعلومات التي تؤدي إلى القبض على الصغار تأتي من التجار الكبار لإبعاد الشبهة عنهم. خامسا، لم يقم المسؤولين عن مديرية مكافحة المخدرات بما يملي عليهم في التوصل أو التغلغل داخل العصابات الكبيرة والتي أغرقت المدارس والدور وأماكن الترفيه. هؤلاء الوكلاء إذا بعد 24/10 لم نستطع تسميتهم والتصويت عليهم فبقاؤهم حقيقة بإشكال قانوني، لا يستطيعون أن يوقعوا على كتب ولا يستطيعون أن يتخذوا قرارات، خاصة ما يتعلق بقضايا الجنبة المالية لأن راح يصير بها مسؤولية كبيرة عليهم حقيقة. حالة الاستقرار الوظيفي اللي يتمتع بها الرجل اللي مكلف بالأصالة سواء وكيل أو مستشار عند حصانة تحميه وتحافظ على موقعه عندما يتخذ القرار المناسب أو يحدد مخالفة عند الوزير أو لا يقبل تطبيق قضية خاطئة. أما اليوم من ينصب بالوكالة موقعه مهدد بأنه ممكن أن يطلع الوزير بأي لحظة من اللحظات، وحقيقة أنا أعرف يعني وخلال لقاءاتنا ومقابلاتنا هنالك عشرات من المدراء العامين بمجرد أن رفض عقد معين فارض الوزير أو فارض مكتب الوزير أو تصدى لقضية خاطئة في تلك الوزارة مباشرة تم إعفاء من هذا المنصب وتكليف شخص آخر. وصلنا إلى واحد من أبرز الملفات لحصاد هذه الليلة.
معنا السيد معين الكاظمي القيادي في منظمة بدر، مرحبا بك. كان من المفترض أن يكون اللقاء في الاستوديو لكن هناك ربما ظروف حالة دون ذلك، فإذا نكتفي بالهاتف مع السيد معين الكاظمي. مرحبا بك سيد معين. خليني أبدأ من بيان مديرية أمن الحشد. مديرية أمن الحشد وصفت حجي حمزة، قالت عنه، قالت أنه زعيم المافيا الأكبر. لكن أكو عراقيين هواية يقولون لا، يقولون حجي حمزة مجرد صانع صغير لزعماء المافيا الكبار. سؤالي بسيط، من وراء حجي حمزة؟ تفضل. طبعا أعتقد يعني وصف هذا الشخص بأنه الأكبر مبالغ به. أكيد أكو هناك أشخاص آخرين لديهم خبرة أكبر، وهؤلاء عناصر ينفذون معارف الآخرين. أعتقد هذه الخطوة هي خطوة على الطريق الصحيح. كان هناك تهاون في الفترة السابقة، هذا التكليف الذي حصل من رئيس الوزراء لمديرية أمن الحشد، مديرية أمن الحشد بادرت بالتعاون مع الأمن الوطني وتم إلقاء القبض عليه، والآن متحفظ عليه حاليا، وهناك إمكانية أن تكون خطوات أخرى لملاحقة المجرمين الجنات الذين يعبثون بأمن العراقيين، وخصوصا في مجال المخدرات وغسيل الأموال والتجارة بالبشر وغيرها من جرائم كبيرة لا بد لدور أكبر للدولة في مكافحتها. يعني خطوة جيدة في طريق مكافحة المخدرات في العراق. السؤال الذي تبادر إلى ذهني، لماذا الحشد هو من نفذ هذه العملية سيد الكاظم؟ لماذا يعني لم تكن على عاتق جهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني؟ لماذا كانت على عاتق الحشد الشعبي بالدرجة الأولى؟ طبعا هذا الخيار متروك لرئيس الوزراء القائد العام قائد المسلح. بعض الأحيان يكلف خلية الصقور بتنفيذ مهمة في محافظة أخرى دون الاعتماد على القوة العسكرية أو الأمنية الموجودة في تلك المحافظة، وبعض الأحيان تكلف مكافحة الإرهاب أو مكافحة الإجرام. هذا هو الموضوع عائد للقائد العام قوات مسلحة رئيس الوزراء. قد يكون هناك جنبة معينة لهذا المتهم باعتباره يحاول أن يتقمص ويدعي بأنه يدعم النازحين ولديه تبرعات ويذهب إلى مناطق تواجد الحشد الشعبي فيها في المحافظات الأخرى، لذلك كان هذا التكليف بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ليس الحشد الشعبي لوحده، وإضافة إلى أعتقد أن الخبرة والكفاءة والجدية لدى الحشد الشعبي. والقضية الأخرى محاولة لعدم وصول معلومات عن هذه المهمة، تم هذا التكليف وتم هذا الإنجاز السريع لإلقاء القبض على المتهم. زين، هسه خلينا نسوي ريفرشمنت، نسوي شوية لذاكرة المشاهد العراقي الكريم. أكو مقطع انتشر إذا تذكرون قبل أكثر من سنة، مقطع راح نشوفه هسه سوية، طبعا بغض النظر عن الشخص اللي يتكلم، ربما تختلفون معه، يعني السياسة طبعا أكو ناس مرات تختلفون معهم بس مرات يتكلم حقيقة، يعني بغض النظر، لكن المحتوى، محتوى المقطع بغض النظر عن الشخص، يعني محتوى المقطع اشتهر جدا. خلي شوي نسوي ريفرشمنت للذاكرة مالتنا، نعيد لكم هذا المقطع وأسأل السؤال. خلونا نشوف هذا المقطع لو سمحتوا. العراق به صالات قمار ما موجودة حتى بمونتي كارلو، ويوميا معدل في هاي صالات القمار في أماكن محددة، وإذا تريدون أقول لكم وين، بس مو الآن على الهواء مباشرة لأنه أيضا أنا ما أريد أحارب الآخرين. وارد هاي الصالات يوميا المعدل، وعدي دراسة، مليونين دولار. الأحزاب الإسلامية، خلي أحدد، اللي تمتلك ميليشيات، اللي تمتلك أجهزة وقوات مسلحة، اللي تمتلك إمكانيات هنا بالعراق، وتحديدا خلي أخص علنا، ماكو لاعب ولا كذا، الشيعية منها. طبعا أتحدث عن البعض، ما قلت كل الأحزاب، ما قلت كل، لا واضح أنه أنا المنعني، متقاسمة الأموال والواردات مع منو؟ مع هاي الصالات.
أحد الأحزاب يوميا نص مليون دولار يسلم من قبل هاي صالات القمار يمول بها، يمول بها ربعة وجماعته. طيب هسه ذكرتوا هذا المقطع، وهذا يعني قبل فترة أكثر من سنة، سنة ونصف يمكن ربما. على أي حال حجي حمزة مو جديد، يعني مو هسه، يعني حجي حمزة عنده صور قبل سنين، عنده صور مع الحشد الشعبي، عنده صور مع رجال دين، مكرمي رجال دين، ومعروف يعني شخصية معروفة، معروفة قبل سنين. وين كان حجي حمزة قبل؟ إيش معنى هسه حجي حمزة بالضبط هو استهدفه؟ عنده أكثر من 72 صالة قمار، إيش قد يحتاج لك وقت حتى تسوي لك صالة قمار؟ هواية يحتاج لك وقت. هاي السنين وين كان عنهم حجي حمزة؟ مو تقول واحد مغمور يعني ما يعرفوه، يعرفوه كل زين. إيش معنى حجي حمزة وليش هسه بالضبط؟ طبعا نشكر الحشد الشعبي شكرا على هذه الحملة ونتمنى تستمر على الكل، بس حجي حمزة وين كان عنكم قبل؟ هذا السؤال تفضل. طبعا هذا السؤال يوجه إلى الحكومة السابقة، المفروض الحكومة السابقة. هذا التصريح من السيد النائب يؤخذ بنظر الاعتبار ويسأل منه معلوماته ويتابع بشكل جدي. أعتقد قد يكون رئيس الوزراء الجديد لديه مثل هذه التوجهات، ونتمنى أن تكون هذه القضية فاتحة خير لمتابعة هؤلاء المجرمين، سواء من ينفذ ومن يدعمهم، لا بد من محاصرتهم وكشفهم لأبناء الشعب العراقي باعتبارهم يعتبرون خطر كبير أكثر من داعش. موضوع المخدرات وموضوع هذه المخالفات التي تجري في المجتمع بدعم من البعض، لا بد من محاصرة هذا البعض ويكشف لدى الجماهير، وهذا ما ندعو له. ونتمنى على الحكومة أن تعتمد على العناصر المخلصة، وأن يكون هناك جدية في مكافحة هؤلاء العناصر ومن العناصر السيئة ومن يدعمهم، لا بد من فضحهم أيا كان من هذا الحزب أو من هذا الميليشيا أو غيرها، لا بد من محاسبتهم، وهذا ما ندعو له نحن في منظمة بدر. طيب سيد الكاظمي، يعني ذكرت بأنه هذا حجي، ما أدري شو اسمه، حجي حمزة. نعم. ليس أكبر الرؤوس في هذه الجرائم المنظمة والمتجذرة منذ سنوات. طيب برأيك متى سيأتي دور الحيتان الكبيرة؟ هل ستستمر هذه الحملات للقضاء فعليا على هذه الجريمة التي يعني تسيطر على العراق، يعني مخدرات، قمار، دعارة، نهب، سرقات، هل ستستمر ويتم القضاء على الحيتان الكبيرة وليس كما ذكرت هذا حجي حمزة؟ هذا يتوقف على إرادة رئيس الوزراء وعلى جديته في تنفيذ برنامجه الذي عرضه في مجلس النواب قبل أن يتسنن مسؤوليته، وهذه أمانة ومسؤولية يجب أن ينهض بها وتدعمه الكتل السياسية التي تدعي مصلحة البلد وترفع شعارات براقة. لا بد أن يكون هناك دعم من الكتل السياسية لهذا المنهج وتواصي لمكافحة هؤلاء الأشخاص. فلذلك هذا الموضوع يتوقف على إرادة رئيس الوزراء وعلى جديته، وهذه أمانة بعهدته، ونحن وكل المخلصين الموجودين في العراق هم سيكونون دعما له، وهذا يقوي رئيس الوزراء ولا يضعفه. سيد معين، في خطوة حقيقة يعني مهمة جدا جاءت من بدر، يعني ومن رئيس كتلة، نائب رئيس كتلة بدر النيابية السيد رزاق محيبز، يعني وأنت قيادي في منظمة بدر أيضا، يعني اتهم المديرية العامة لمكافحة المخدرات اتهاما قاسيا جدا جدا، يعني اتهام خطير جدا، حينما قال بأن كوادر في المديرية العامة لمكافحة المخدرات اتهمها بالتربح من بعض العصابات ماليا مقابل عدم الإطاحة بالرؤوس الكبيرة والكشف عنها، وقال صار 15 سنة ما قدموا شيء، بس تنظير وسفرات وسفر للخارج وخلص. هذا اتهام خطير من كتلة بدر، هل استندتم على وقائع حقيقية؟ الوقائع الحقيقية هي الواقع الذي وصلنا إليه،
هذه المديرية مسؤولة عن مكافحة المخدرات، فإذا كان هناك توسع في وانتشار المخدرات يعتبر هذا خلل في أداء المديرية، ولا بد أن يحاسب من يتولى مسؤولية المديرية والكادر العامل فيها، وتدور حولهم الشبهات. إذا كان الوضع يسير نحو الأسوأ فهذا دليل على ضعف أداء مديرية مكافحة المخدرات، ومن حقنا أن نتهم ومن حقنا أن نحاسب وندعو لمعاقبة هؤلاء. لذلك هذا الاتهام اتهام مقبول، ولأن المديرية المسؤولة عن هذا الملف هي مديرية مكافحة المخدرات، والخلل الواصل هو إلى درجات لا تقبل لدينا، ولا بد من تغيير هذا الواقع، وأن يكون من يتصدى للمديرية يؤدي دوره لإصلاح الأوضاع، وليس أن تجري الأمور وتسير بالاتجاه السلبي. السيد معين الكاظمي القيادي في منظمة بدر، شكرا جزيلا لك. البلد الإسلامي كله، يعني مو بس إن إحنا عراقيين، كل الإسلام. بالدموع والحسرات حجاج العراق يبتهلون إلى الله بأن يزيل الغمة عن بلدهم ويخلصه من الفاسدين. حذر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر من وقوع البطولات الرياضية في أيدي الفساد من جهة والصراعات الفكرية والتشددية على خلفية الجدل حول افتتاحية بطولة غرب أسيا في كربلاء. وقال الصدر في تغريدة له أنه ليس من حق المتطرفين التمادي في أفكارهم فتكون الضحية كرة القدم والمنتخب الوطني المظلوم الذي نخرته السياسة وأنهكت مفاصله وجعلته في ترد دائم. قال الصدر أن تحريم الموسيقى التي كانت مصاحبة للاستعراض في ملعب كربلاء غير إجماعي، إلا أن المحرم هو إذلال النساء وعدم الاعتراف بحرمتهن. وخطب الصدر متنفذي حفل افتتاح بطولة غرب آسيا متسائلا بمنصه: أيها المتفيقهون، ما أسس الفقه للاعتداء على الآخرين وحرياتهم المقبولة؟ ما حصل في الملعب غير محزن على الإطلاق، لكن ما يحزن هو الصراع الإيديولوجي بين السياسيين من جهة وطبقات الشعب من جهة أخرى. تسعد القوى المدنية لإعادة توحيد صفوفها تمهيدا لانتخابات المجالس المحلية المقبلة، وشكل انخراط قوى تابعة للتيار المدني في تحالفات إسلامية تراجعا كبيرا في شعبيتها على الرغم من التأثير الكبير الذي تمتلكه في الشارع العراقي. التفاصيل في هذا التقرير. محطات عديدة مر بها التيار المدني في العراق لم تكن من ضمنها الصعود إلى السلطة ولا المشاركة الفعالة في العملية السياسية رغم حضوره الدائم في الانتخابات. التيار المدني الذي يمتلك تأثيرا كبيرا في الشارع العراقي لم يكن موفقا في تشكيل تكتل سياسي يمثل جمهوره حتى الآن. وعادة ما تتهم القوى المدنية بانعدام الرؤية التي تمكنها من خوض المعترك السياسي الذي تسيطر عليه القوى الإسلامية. وفي ظل تاريخ حافل بلا إنجازات بدأت القوى المدنية مرحلة جديدة تسعى من خلالها إلى إعادة الحياة لهذا التيار الذي يمثل شريحة واسعة من الشارع العراقي تمهيدا لانتخابات المجالس المحلية المقبلة. ويؤكد مراقبون أن فرص صعود القوى المدنية من جديد كبيرة في ظل حالة النقمة الشعبية على الأحزاب الإسلامية المتهمة بالإخفاق في شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. ويشير المراقبون إلى أن حالة التشتت التي عاشتها القوى المدنية خصوصا خلال انتخابات 2018 حين توزعت الشخصيات التي تمثل التيار المدني على التحالفات الكبيرة أبرزها تحالف النصر الذي يقوده حيدر العبادي والتحالف الانتخابي غير المسبوق الذي جمع الصدريين بالشيوعيين، الأمر الذي عدته أوساط مدنية
مفاجأة التحالفات الانتخابية الحالية نظرا لاختلاف الأسس الأيديولوجية بين الطرفين. تنضم إلينا السيدة شروق العباجي الأمين العام للحركة المدنية الوطنية. أهلا ومرحبا بك سيدة شروق. ألم يحن الوقت كي ترصوا صفوفكم وبقوة لدخول الانتخابات مرة جديدة والفوز فيها ربما واستغلال ضعف الأحزاب السياسية أو الإسلامية؟ نعم، مساء الخير عزيزتي وتحية لكم والمشاهدين الكرام. بالتأكيد حان الوقت وهذه الجهود متواصلة وهي لم تنقطع يوما عن تشكيل مشروع واضح المعالم يقف بصلابة على أرض حقيقية ويكون لاعب فاعل في المشهد السياسي العراقي. ولكن كما نعلم الظروف ما بعد 2003 كان هناك فراغ كامل تدخلت فيه القوى الدولية والإقليمية وتراكمات واقع الحال في العراق، كان يعني صياغة اللي شفناها واللي الآن يعترف من صاغ هذه المنظومة السياسية بأنها منظومة فاشلة ولا تخدم بناء دولة حقيقية في العراق. نحن القوى المدنية كنا من البداية معارضين لكل ما هو أدى إلى هذا الواقع الكارثي. يعني في الدستور كنا ضد أي مادة تجعل من قضية المكونات والمذهب والطائفة والقومية هي جزء أساسي. كنا نريد أن تكون الهوية العراقية هي الخيمة لكل هذه التفرعات والهويات الثانوية. أيضا احنا عملنا على نشر الوعي بكل ما يتعلق بالأداء السياسي وأين الخلل يكمن ومنظومة المحاصصة اللي هي الغطاء الشرعي لمنظومة الفساد التي ولدتها. وبالتالي هذا التاريخ الطويل من التجارب نعم لم يبرز كشيء قوي في مواجهة هذه المنظومة المحاصصاتية التي أفرزت الفساد وغيرها من سوء الواقع العراقي، ولكن أيضا أعطتنا دروس وصلابة ومصداقية عند الشارع العراقي. طبعا أنا أتحدث عن القوى السياسية المدنية بشكل عام وليس عن يعني بالتخصيص أو بتقييم كل حزب أو كل قوى أو كل شخصية ودورها وأدائها، ولكن بمجمل التجربة نعم كانت هناك إشكالات، كانت هناك تجارب يعني قد تكون هي جيدة جدا ولكن لم تكمل أهدافها لأسباب طارئة دخلت عليها، منها مثلا قضية التحالفات التي قامت بها بعض القوى المحسوبة على القوى المدنية ولكن نتائجها أيضا لم تكن لصالح القوى المدنية. فإذا هذه الخلاصة لكل هذه التجارب، نحن لم نكن غائبين عن المشهد، نحن كنا متواصلين مع الشارع العراقي ومع مطالبه ومع تطورات وعي أيضا تجاه منظومة السلطة والمنظومة المحاصصة. والآن فعلا أصبح الوقت يعني ضروري جدا لأن يتكون هناك مشروع يجمع القوى المدنية على الأقل كمشتركات. أنا لا أقول أنه تكون هناك تماهي في كل الأهداف والرؤية والمواقف السياسية، ولكن أن نجمع المشتركات للقوى المدنية الحقيقية التي لم تكن مشاركة في صنع منظومة المحاصصة الطائفية. وهذا المشروع لابد أن يكون له دور في المرحلة القادمة. طيب سنكمل الحوار معك، ولكن فقط مجلس الوزراء العراقي في هذا العاجل، خلينا نقرأ هذا العاجل لو سمحتم الآن. مجلس الوزراء العراقي يقرر تعطيل الدوام الرسمي لمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام، وذلك ابتداء من 11 من آب أغسطس ولمدة 5 أيام. إذن مجلس الوزراء يقرر التعطيل، تعطيل الدوام في العراق يعني لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 من آب أغسطس ولمدة 5 أيام. إذن مجلس الوزراء يقرر تعطيل دوام الرسمي 5 أيام لمناسبة عيد الأضحى، مشاهدين الكرام، اعتبارا من يوم 11 من آب أغسطس. هذا ما وردنا قبل قليل في هذا الخبر العاجل. طيب سيدة شروق العبايشي، ولو أني استوقفتني جملة حضرتك قلتيها، يعني قلتي بعض القوى المحسوبة على المدنية
راحت مع تحالفات وما أخذت استحقاقها. هسه هاي المحسوبة ما أعرف تقصدين القوى المدنية اللي راحت ويا سائرون، يعني تقصدين محسوبين على المدنية؟ ما تشوفين أنه الحركة المدنية تشتتت تشظت، مدنيون مع سائرون، مدنيون عندهم قوائم دخلة واحدهم في الانتخابات السابقة، هسه حضرتك عندك أيضا أمين عام حركة الحركة المدنية، هذا التشظي لماذا؟ أنت هل تحاولين إلى لملمة المدنيين مثلا، استقطاب بعض المدنيين من سائرون أن يرجعون ترى تعالوا خلينا نسوي حركة مدنية؟ يعني الهدف منها السياسي شنو بالضبط؟ بالضبط شنو؟ أولا أنا عندما قلت المدنيون بعض المحسوبين على القوى المدنية في تحالفات سابقة، أنا لا أقصد فقط سائرون، أنا أقصد أيضا التجارب التي قبلها، حتى قضية القوى التي يعني لم يعني تقصديهم ليست إسلامية، يعني تقصديهم، أنت كنت تقصدين من تقولين بعض القوى المحسوبة على المدنية، ها يعني هم مو مدنيين حقيقيين؟ نعم بعض محسوبين على المدنيين. لا لا المحسوبة، لا 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 عزيزي مو بهذا التفسير، يعني هما قوى مدنية يعني محسوبة على الكل المدني، لأن القوى المدنية في المجتمع العراقي ليست مشخصة بهوية واحدة، يعني لا توجد قوى سياسية واحدة تمثل جميع المدنيين، يعني هناك قوى مدنية جزء من القوى المدنية يعني محسوبة على المدنية، لأن احنا الآن يعني ما يشار إلى أن هناك أحزاب إسلامية وأحزاب مدنية، كأنما يعني هناك اصطفاف، فقلت بعض القوى المحسوبة على القوى المدنية هي من جزء من القوى المدنية، ولكنها كانت في تحالفات مختلفة، يعني تحالف سائرون آخرها، ولكن سبقها أيضا عديد من التحالفات والتجارب اللي شاركت في المنظومة السياسية التي صيغت بعد 2003، لكن أنا أتحدث بشكل عام عن مشروعنا المدني الوطني الذي جزء كبير منه هو لملمة القوى المدنية وفق رؤية وبوصلة واضحة، أن يكون هذا المشروع مدنيا خالصا، أن لا يجير لأي جهة غير مدنية أو خارج الأطر المدنية الحقيقية. قد تكون هناك مشتركات، يعني قد يكون هناك مشترك معين مع قوى أخرى، ولكن لا أن يكون هذا التماهي أو هذا التحالف اللي يعتبر يعني كأنما هو تنازل عن المعايير المدنية أو عن المبادئ المدنية من أجل مرحلة معينة أو من أجل أهداف أخرى. المشروع المدني الوطني هو مشروعنا الحقيقي، وهو من يأتي معنا للانضمام إليه يجب أن يتبع هذه البوصلة لهذا المشروع المدني، ولا تسخر هذه القوى لأي جهة أخرى غير هذه القوى المدنية ومشروعها المدني الوطني. سيدة شروق، المتابع لنشاطكم يعني يلاحظ بأنه لكم شعبية على الأرض، لكم شعبية من المواطنين العراقيين الذين ربما يعني أحبطوا من الأحزاب الإسلامية، الذين يعني لم يعد لديهم أي ثقة بالأحزاب الإسلامية خلال تظاهراتكم التي تحشدونها، ولكن لنأتي إلى مرحلة الانتخابات، هل تعولون على هذا الشارع بانتخابكم في المرحلة المقبلة؟ سيدة شروق، الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية، ولكن في العراق للأسف فصلت العملية الانتخابية على مقاس الكتل الكبيرة وأحزاب السلطة، وبطريقة مخالفة حتى لما ورد في الدستور العراقي المادة ثانيا أنه لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ما يفعلونه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، يتعارض مع مادة الشعب مصدر السلطات، عندما يحتكرون القوانين والمفوضية وآليات العملية الانتخابية كلها فيما بينهم، ويحرمون معظم أبناء الشعب من المساهمة الفعلية. وبهذا السبب كانت هناك مقاطعة كبيرة في الانتخابات الماضية، وكانت رسالة موجهة إلى الطبقة السياسية بأنكم باحتكاركم للعملية الانتخابية أنتم تقتلون الديمقراطية في العراق، أنتم تساهمون في المزيد من الإحباط من أدائكم السياسي. ما نتصدى له نحن الآن قبل المشاركة بالانتخابات، نتصدى لإصلاح المنظومة الانتخابية، نحن نتصدى لإصلاح كل
المنظومة السياسية، ولكن أيضا وبشكل مدروس ومنهجي وعلمي ومستند على الدستور ومستند على القوانين العراقية وحتى القوانين اللي العراق بيعتمدها ضمن الاتفاقيات الدولية، أنه تكون الانتخابات يجب أن تكون نزيهة ويجب أن تكون ممثلة للشعب وصوت الشعب العراقي اللي هو مصدر السلطات، حتى لا يتم التشكيك كما جرى حتى شرعية ما نتج عن الانتخابات ومن السلطات. سيدة شروق، كيف تنظرين إلى تحالف كيف تنظرين إلى تحالف قوى مدنية مع سائرون؟ هذا التحالف كيف تنظرين يعني تنظرين له؟ هل تحالف صحيح؟ تحالف خاطئ؟ ولماذا؟ يعني بالتأكيد كل حزب له الحرية بأن يختار النهج السياسي اللي يتخذه ومع من يتحالف، ولكن احنا في تجمع القوى المدنية نحن نطرح هذه القضية باستمرار على يعني شركائنا في هذا التجمع، وهم بالتحديد الحزب الشيوعي العراقي، و يعني اي حزب لا يزال مرتبط بسائرون ولكن بالدرجة الأساسية هو الحزب الشيوعي العراقي، انه ما هو موقفكم من تجمعنا؟ انتم معنا شركاء حقيقيون في هذا التجمع، ولكن في نفس الوقت لا تزالون ضمن سائرون. هل سيكون هذا الموقف يعني مستمرا بهذه الطريقة؟ لا يمكن بالتأكيد، لان هم في وقت لاحق بالتأكيد عليهم أن يختاروا، لأن إحنا مثل ما ذكرت بالبداية جعلنا من هذا المشروع أن يكون مدنيا وطنيا خالصا وأن لا يجير لأي جهة أخرى. يعني إحنا مو في بالنا ولا الشيء اللي اجتمعنا عليه أنه والله إحنا نكون قوى مدنية حتى بعدين ندخل في تحالفات انتخابية مع هذه الكتلة أو تلك الكتلة من هي من أحزاب السلطة الحالية. يعني هذه من يعني أقدر أقول أنا من المحرمات اللي نأكد عليها في كل اجتماع. فإذا كانت مواقف يعني الحزب الشيوعي العراقي هي أقرب إلنا مما للأجندات الأخرى فسيستمرون معنا. بالتأكيد تجربة سائرون قد كان عليها تعويل كثير، كان عليها تعويل أنه هي تكون تجربة يعني هناك من عول عليها، بصراحة أنا لم يعني ما كنت من المعولين كثيرا على هذه التجربة، أن تكون حافزا وعاملا لعملية إصلاح حقيقي في المنظومة السياسية العراقية المنخورة بالفساد. نتيجتها لم يمكن إصلاحها، بدليل قول السيد مقتدى الصدر بنفسه أدعو جماعتي إلى الإصلاح فيزدادون فسادا، يعني هذا اعتراف بأنه هذه التجربة لم تؤدي الغرض منها. وبالتالي إذا احنا استمرينا بالنهج اللي اتخذناه بتفتيت منظومة الفساد ومنظومة المحاصصة وأيضا الطعن بقضايا الانتخابية خصوصا القانون الأخير اللي أقر في مجلس النواب واليوم صدر مثلا، كان موقف النائبين عن الحزب الشيوعي العراقي كان إلى جانب موقفنا اللي هو الطعن في هذا القانون، واحنا باتجاه ان نطعن به دستوريا، فموقفهم كان اقرب لنا. وهكذا عندما تكون مواقفهم مع توجهنا في تجمع القوى المدنيه فبالتاكيد سيكونون شركاء معنا الى الاخير، يعني وهي ماكو الى الاخير، احنا علينا ان نبني قوانا الذاتيه المدنيه بعمليه بناء طويله، يعني لا لا تكون عندنا اوهام انه احنا اول من نجمع نفسنا في تجمع راح نكون كلنا يعني تمام كاملي الرؤية ومتفقين على كل شيء، لكن هذا عمل بحاجة عمل سياسي بحاجة إلى تفتيت المشاكل إلى طرح الأمور. من يتفق بالتوجه العام وفق البوصلة الحقيقية فسيكون هو الصلب والقاطرة التي تجر هذا المشروع إلى الهدف الحقيقي. السيدة شروق العبايجي الأمين العام للحركة المدنية الوطنية، شكرا جزيلا لك. يرتهل حجاج بيت الله الحرام بالدعاء للعراق الذي ما زال يعاني من المآسي والويلات منذ قرابة 15 عاما، ويجتمع العراقيون بمختلف طوائفهم في الحرم المكي داعين إلى الله بأن يخلص العراق من الأزمات والفساد. مفادنا إلى الديار المقدسة، يعرب القحطان أعد لنا هذا التقرير. أبكي لنا وأسمع وأصل حياتك لو
وجيت لينا يعني أرد أتبرك هنا داري تشفي يعني بالمجرد. شنو دعواتكم عمو راح تكون؟ شو راح تدعي؟ شنو دين البلد والبلد الإسلامي كله يعني مو بس إن إحنا العراقيين كل الإسلام. يبكي هذا الحاج العراقي فور رؤيته للمرة الأولى مكة المكرمة، انهار متذكرا مآسي العراق وأوضاعه رفقة أصدقائه. العراق هذا البلد الجريح اللهم اجعله بلد آمن وأمان بحق رسول الله ويرزق أهله من الثمرات، اللي من عند انطلق إبراهيم اللي رفع هاي القواعد أنه يجعل هذا العراق كبيته معمور بالخير وبالهنا بحق رسول الله. هنا في داخل الحرم المكي يجتمع العراقيون بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم تحت دعاء واحد، الهداية والوحدة وتخليص البلاد من الفساد والمفسدين. والله دعوت إن شاء الله العراق منصور وبخير وسلامة، والله إن شاء الله يستر أمة محمد والشباب وليدات من معاهم بالخير والسلامة على عراقنا وعلى بلدنا وعلى أمة محمد. ويؤكد الحجاج العراقيون البالغ عددهم أكثر من 50,000 حاج والذين وصلوا جميعهم إلى مكة المكرمة إن دعواتهم يوم عرفة بعد أيام سيتصدرها العراق. وبزخم دعوات المسلمين من العراقيين وغير العراقيين يزداد زخم الحرم المكي بملايين الوافدين يوما بعد آخر مع اقترابنا من أيام مناسك الحج. من داخل الحرم المكي بمكة المكرمة يعرض القطان الشرقي للمساء. وصلنا إلى ختام حصاد هذه الليلة، شكرا لكم على كرم المتابعة. أجمل تحية من أسرة الحصاد خلف الكاميرات ومن هنا على أبو شملات، شكرا لك. شكرا. وتحياتي مظفر قاسم، إلى اللقاء. شكرا لمتابعتكم حصاد هذه الليلة، تصبحون على خير.